نحن عبيد. العبد شنو وظيفته؟ العبد وظيفته التعبد بأوامر المولى. ذاك الرجل المعروف في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يقول: قال الله وأقول. ليكون في يوم من الأيام إحنا منقول قال الله وأقول. الله يقول: زوجوا الشباب وأنكحوا الأيام منكم. نحن نقول لا. هذا شنو معناته؟ معناته قال الله وأقول. الله يقول: العمر مو ملاك. نحن نقول: العمر ملاك. هذا معناه قال الله وأقول. الله يقول: لا تتقيدوا بهذه القيود الوضعية الكاذبة. ونحن نقول قال الله وأقول. هذا معناته ما يحتاج واحد صريح يقول هذه العبارة. الله يقول افعل فلان شيء، احنا شعلنا. هذا أمر الله، هذا أمر المولى الحقيقي اللي كل وجودنا كل كياننا مستمد من وجوده. قال الله نعم، نهى الله لا.